اهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي انضموا لنا وانضموا شهادتنا في حضرة المساء. اليوم يوم الخميس، نهاية الأسبوع السعيدة والجميلة. تواصل فقراتنا معاكم، فقرتنا يمكن تكون فيها المآسي وفيها الفرح، مختلطة شوية ما بين شعرين من جهات مختلفة ومن مناطق مختلفة. كل واحد فيهم بيحمل قصايد بتهبش وبتهبش راس كتار، باختلاف النطق، باختلاف الطريقة، وباختلاف الأحاسيس. حنتعرف عن قصصهم وعن قصص القصائد بشكل أوسع مع ضيوفنا الموجودين معنا، شاعر نزار علي عبد الرافع ملقب بود الأستاذ، وأيضا الشاعر إبراهيم نصر ود سويكي. نرحب بك في البداية شاعر نزار، مساء الخير عليك. مساء النور، ما خبيك يا أستاذ دعاء، أستاذ ملاز وبنات البلد، وأنا سعيد في غاية السعادة وأنا موجود بيناتكم. نرحب كمان بالشاعر إبراهيم نصر، مساء الخير. نحن ولدنا في الدار بتحوم بيردو، الصوت وارث من أهله وقبيلته وجده، ضربه فيفج الظهر المتين ويقده، بنزف جرحه لا شيخ لا طبيب ما بسده. تحية ليكم، تحية لمشاهدي قناة البلد، أنا الله يسعد كل السعادة كلنا وكل معكم في هذا المساء. يا سلام، سعدنا بكم جدا. نزار، مبدئيا كده لسه انا ودعاء متفاعلين مع القصه اللي انت حكيتها لنا تحت الهواء، طبعا ما قادرين ان احنا نتجاوز عشان كده لازم نوري المشاهد، لازم نوري المشاهد، لانه ما قادرين نتجاوز ونخش في المحاور الطبيعيه. 100 قصيده لنفس الشخصيه، ديوان قافيه اللي انت كتبته بتخاطب به شخصيه معينه. اتفضل انت واحكي لي قصه شو. والله يا استاذه انا قصتي مع قاسي قصه طويله، حبيت باخلاص ومشت خلتني. فكانت النتيجة 100 قصيدة. النتيجة 100 قصيدة في سنة. في سنة كثيرة شديد وقابلة للزيادة. قابلة للزيادة كمان. أنا في الملحن اللي اتعاملت معه سليمان عطية، هو اللي وقفني وقال لي كفاية، رغم إنه قاسية حاولت توقفني لكن ما قدرت. هي ذاتها حاولت إنها توقفك؟ ما قدرت. ما في فايدة؟ ما في فايدة. قول لنا واحدة من القصايد دي. حبدا لك، بزعل عليك كل ما شرقت الشمس أو مالت للغروب، بتذكرك في كل لحظة وبتحسسك أنا في الدروب، وبعد رحيلك يا قاسي وريني بس أعمل إيه غير أمنع قلبي وأتوب. فتشت ليك في كل الدفاتر، فتشت ليك في كل الدروب وما لاقي لك وصف، فتشت ليك في كل الدفاتر حرف حرف وزي عيونك والله ما لقيت وصف. مجنون بك يا قاسي وأنا ليك بحترف، وأصعب شعور الفراق بعد الولف، الزول لو ما قربت له والله ما بيتعرف، زمن قاسي ومختلف، الزول القريب لك بيحسدك والبعيد منك بيقيف معاك في أصعب ظرف، ما براك بدلت الآمال بالمال وحذفت حرف الألف، وبراك بعت هواي وما غدرت الظرف، بكرة المال بينتهي والحال بينكشف، وريني بس بعوق بكم يا أجمل صنف، كنت كل حياتي وحرفك الأول لي آخر حرف. يا سلام عليك. نزار، سر اختيارك للعنوان بتاع الديوان قاسية كان شنو؟ والله قساوة قاسية. قساوة قاسية، يكفي الرد معنا. الموضوع ما أزدي مولي أكتر من سنة يا دعاء، فإحنا نتكلم في القصايد ونخليه، يعني ما حنسألك تاني. لا زال عادي، ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة زال. ما في مشكلة، نحقد الموضوع ده يا بلاش ما بين قصة مختلفة. إبراهيم، أنت جايين الليلة بشقة فعالي وحماس عالي عشان تحكي لنا قصص كثيرة حاصلة بيك وحاصلة بمنطقتك، فورينا الحكاية بعد ذاك ادينا القصيدة. دي القصيدة هي أساسا مرسية لشهداء فريق علم اللاحق. كانوا ماشيين لأداء مباراة. نعم. في منطقة الجريف، الضفة الغربية لنهر النيل. فراكبين مركب، المركب غرقت، أدت إلى استشهاد 5 من اللعيبة. ربنا يرحمه ان شاء الله. ربنا يرحمه ان شاء الله، والرحمه والمغفره. الحادثه اللي حصل خلى العجوز تحتار، وظلم غريه الملاحه ليل ونهار، رغم حزاننا لازم نرضى بالاقدار، ورغم منابعك يا بحر السجم غدار، غرق المركب اللي خلى الحلوق معبوره، ادخل فينا احزان قاسي تاني عبوره، قول ليني انه اتضيع شباب كورة، تاني الموية منك ذاتها ما بندورة، شبابنا الغرق وبتلامن بقيت ما رسيتم، وكيت للحروف أنا باللزم رصيتم، محمد والوقيع والمهدي ديل ما نسيتم، عامر وعمير جمرات في الفؤاد حسيتم، بطراك يا الوقيع
كل ما المؤذن أذن وبلقى عيوني ديل دفق دموع وشزن هنا يكون الحور بغدومك هزن وتبعز بثياب زي كل مؤذن أذن وفي هالزايلة مرات القلوب محروقة مرات ابتسامة وضحكة واخر روقة الأغدار مسطرة حاشمي مطلوقة فايت الدنيا ما بزولا بقني فوقة حليكم جملة يا شهد الوجعنا رحيلكم أصل الدنيا بالشيل الصفات مسيكم بنسأل الله في كل الفروض ندعيكم الخاتم الرسل في الجنة يبقى خليكم كثير الغنى فوقكم بحروف رساكم وكثير الرمى دمعات ووجع حساكم رب العزة يجعل في الجنان مسواكم ونحن كفوفنا مرفوعة ومحان ننساكم العمر انكمل ما بتلقى ليه زيادة بتكون ذو الرحيل والآخر كيف مش هذا يا جنة يا جنة قصور فيها كله سعادة يا حفرة جحيم محرقة وقادة أيا رب يا كريم سهل علينا عسيرنا والهمنا الثبات في الآخر نلقى نصيرنا نرجوك السماح بالرغم من تقصيرنا والموت اللفح شهدانا يا هو مصيرنا والموت اللفح شهدانا يا هو مصيرنا إن شاء الله ربنا يجعل المثواه والجنة إن شاء الله يا رب. نزار أنت من منطقة أم جر من الجزيرة، حدثنا أكثر عن المنطقة وعن البيئة يعني بعيدا عن الديوان اللي أنت قضيته سنة كاملة. أنا مولود في قرية الدبيبة جزيرة أم جر. الجزيرة بتتكون من 27 قرية. البيئة هناك شكلها كيف؟ والله البيئة طبيعية. يعني النيل من جميع الاتجاهات، القدرة والجمال والوجه الحسن. ما ألهمتك إنك تكتب حاجات عن المنطقة؟ والله كتبت كثير. هتقول لنا حاجة ولا هتكون الفقرة عن الديوان؟ لا الفقرة هتكون عن قاسية بس. بس؟ مركز شديد؟ مركز شديد في أوكي تمام. طيب بس عن قاسية. طيب ليه يا قاسية تكسى علي وتخليني للشقى والهموم؟ إن شاء الله ما تتهنى وما تشوف سعادة يوم، ما أنت براك عارف دعوة المظلوم. قلبي ما قاسي بس أنت اللي بديت اللوم، ليه خليتني في نص البحر وأنا ما بعرف العوم؟ كيف هان عليك تكسى علي زولا كان عليك مهموم؟ أنا برضه بالعذاب ما أصلا علي مقسوم. زمن قاسي، المال هو الأهم والغيم ما لها لزوم. المال ما بغير لون ولا بديل المفهوم. مصيرك ترجع إلي مصدوم وتاني ما بتلقاني ما أصلا بقيت بالنسبة لي مرحوم. أنا والله ما قاسي بس أنت اللي بديت اللوم، خليتني في نص البحر وأنا ما بعرف العوم. مشكلة والله مشكلة كبيرة هسه يا نزار كلامك ده حقيقة؟ قاسية دي لو رجعت ما بتلقاك؟ ما بتلقاني خلاص. قاسية وين طيب؟ ناس الكنترول قال لك قاسية وين؟ حاليا؟ ايوه والله اتزوجت. اتزوجت لكن انا بالنسبة لي ماتت. بالنسبة لك ماتت. اتزوجت، احكي لهم القصة لأنه يا ملاس خلينا نكون واقعيين إنه دي حكاية شباب كتار. نزار بيتكلم على إنه هي اتزوجت من أجل المال. أيوة. صحيح؟ أيوه. وأنت ما عارف؟ لا أنا كنت موجود. يعني زورا انا تقدمت له وفجاه الطاوله اتقلبت من اجل المال. في اعتقادك انه المال مهم هو مقياس لاختيار الزوج في الزمن ده؟ مهم. طب ما ده اعتراف ضمني منك ليه انت مديت الاعذار او انه قلت انه طالما هو مهم والوضع الاقتصادي صعب انه خلاص يعني كتبت لها 100 قصيده؟ والله 100 ما كفايه. ما كفايه؟ ما كفايه. ما انت ما سامحت لسه ما صفيت؟ ما حاسامح. طيب اخر حاجه كتبتها 200؟ اخر حاجه كتبتها قبل 3 أو 4 يوم. قبل 3 يوم؟ وبتقول كل دقيقه انها قابله للزياده يعني لسه الموضوع مستمر اصلا ما حد كيف. هي اتزوجت قبل سنه؟ قبل سنه. لحد قبل 4 يوم كتبتها؟ طيب كتبت شنو قبل 4 يوم؟ واحتمال طلعت من هنا اكتب ده لو ما كتبته انت معانا ممكن تجيك الهام عالي وتقوم تكتب. اسف كثير يا قاسي وعليك ندمان، اسف لاني عشقتك وكنت بيك والهان، اسف لاني هويتك
وسكنتك داخل الوجدان. آسف كثير وكنت جد غلطان، وآسف كثير يا قاسي والأسف ما برر الأحزان. حبك يا قاسي علمني إن الدنيا ما ليها أمان، وريدك علمني الحياة سرها الكتمان. وريدك يا قاسي علمني الخزلة بتجيك من الأخوان، والحب يا قاسي بيدخل القلب دون استئذان. وما بيعرف قساوة وجوفة، ولا بيعرف غني أو عدمان. ليه يا قاسي تبيع هواي؟ أتاريك كنت خدعاني، وريدك لي كله كان بهتان. سكتيني لبحر الوهم وخليتينا قاسي للحرمان. والبذرة فرح يا قاسي بحسب الأحزان؟ لا والله كنت دارك لي شريكة وكنت بيك فرحان، إلا بس يا قاسي مشيتي ورميتيني في سلة النسيان. طب ما انت تبادل النسيان بالنسيان، تطوي الصفحه دي وتبدا تفرغ لحاجات تانية وتكتب ذاته في ضروب تانية من الشعر المختلفه يعني. والله ما بقدر. بتقدر ان شاء الله، ربنا يعوضك خير ويديك الهام انك تكتب في حاجات تانية. انا في المساحه دي داير ابراهيم يرد لك. ابراهيم رد له باي واحده من القصايد. لا يا خزول، انا شايفه من كونتب. يلا دايرك ترد له. ربنا يعينه. وبما انه لكن حقيقه هو كلامه صحيح، يعني الريد في الزمن اللي علينا ده اصبح بالماده. صحيح، احنا ما نحكي مع المجتمع ككل، لكن الاغلبيه العظمى من المجتمع. صحيح. وشايف الريد صبحت يا نديم بالماده، ان عندك قروش قلبك بعبده عباده، وان وضعك كعب عوضك سهاما حاده تغرس في حشاك لمن تبيدك اباده. وشايف الريد صبحت، شايف الريد صبحت بالياباب مسروفه شاحه خداره ناشفه جروفه، قلوب عشاق بالغش والخداع موصوفة، مختفية المحبة وإلا ظاهرة حروفة. شايف الريضة صبحت بالخداع ممزوجة، فاقدة خلاصة بخيط الوهم منسوجة، صير خطاها في بداية الطريق معوجة، كيف تبحر سفينة من وسط مدهوجة. وما بتتقدم الريضة انبقت مي جادة، وإن طارت السماء لابد بترجع صادة. أحسن تبقى واعي وتزع في إعدادة قبال من تهلكك ويحرقك مروادة. واحذر يا رفيق اوعك تكون هباش، واعلم انه ساس الريد اصبح كاش. ما دايرك تدو زي ما نزار داش، ويجرح قليبك وترقد الانعاش. واحذروا يا شباب في الريد اوعى تدوشوا، واعلموا انه قيمة الزول بقت بقروشه. ما تبروا الغرام في درب ساهي تهوشوا، مو كعب الغرام لكن كعب شاكوشو. مو كعب الغرام لكن كعب شاكوش. ما شاء الله عليك. تسلمي تسلمي. والله هو شاكوش حار يا جماعة، لكن شنو زي ما قالت مراش في بداية الفقرة، إنه العالم والسودان ده فيه وفرة ما طبيعية، وأي زول يعني بيبعدوا منها ربنا أكيد له خير، وربنا يكون كاتب لنا الأجمل والأفضل. واللي اختارك عشان مال ده ما بيستاهلك يعني، ربنا خدتك في الموقف ده عشان تعرف إنه أنت متسوسة ليك الخير والأكبر يا نزار. طبعا كان ده أنا كنت تحت الهواء ودعاسة قالت على الهواء. أنا ما كنت في بداية الفقرة، كنت تحت الهواء ودعاسة قالت الفكرة يعني. لا أنا قلت إن أنا كنت في بداية الفقرة وكان تحت الهواء، فهي ورت الناس وجهة نظري. فعلى كل حال الحياة واسعة يعني، وربنا قادر إنه يعوضنا خير، ولا شنو يا نزار؟ والله إن شاء الله. ما في المية قصيدة دي واحدة من القصايد ادتك أمل بإنه أنت حتعيش حياتك حلوة من غير قاسية؟ والله ما في. ما في واحدة من القصايد دي حاولت توصلها لواحد من الفنانين الشباب يغنيها؟ والله وصلتها. وصلت شنو لي منه؟ حاليا عندي 8 قصايد اتلحنت. طيب. وهتتغنى قريب إن شاء الله. وعندي أعمال اديتها لفنانة من كوستي، وأنا بحياها من هنا اسم التاج لها التحية. يعني هي بس ما لقت الإعلام. ان شاء الله اغاني هتسهر في الايام الجايه. يعني كده يعني لازم تركز على مشروعك الفني وتركز على كتاباتك يعني، وتطلع من حته قاسية. انا داير اعرف لما انت كنت في العلاقه او قبل ما يحصل الشاكوش اللي انت بتتكلم عنه، القصائد اللي انت كتبتها شنو ليها؟ والله قصائد كلها حلوه، لكن طبعا فجاه كده اتغيرت للحزن والقساوه. ما مستحضر من اي حاجه؟ والله انت حاليا المسيطر عليك. انت القاسي صدقني شكلك. انت القاسي. انت المسيطر عليك. مسيطر علي والله. طب عندك ديوان اسمه طلت فرح. عندي. اها ده قبل قاسي ولا بعده؟ ده قبله. قبله واضح لانه هو طلت فرح، اكيد حيكون قبل قاسي. طيب ها ما في حاجه من بعد قاسي حيكون في طلت حزن. ليه متشائم؟
ما عارف اي حاجه هسه، مستحضر حاجه من الديوان تقول لينا؟ والله عندي، ونحن مصرين نسمع حاجه انت كتبتها في قاسيه قبل ما تكون قاسيه. والله قبل ما تكون قاسيه عشان الفقره دي كلها حتكون ان انت بتقول في قصايد وحيرد لك، بس عشان الرد اللي قبل شويه ده كان ظريف شويه. حتى الحاجه اللي برا قاسيه بفتش يعني، ما حافظه وما مستحضره. آه لكن القاسيه بس حافظ قاسيه بس. طبعا دي اول قصيده قلتها على قاسيه قبل ما تكون قاسيه. هاي قبل ما تكون قاسيه جدا نسمع. انا طبعا بخاطب فيها. طيب تلا عندك مانع ادخل قلبك واكون مسجونك؟ عندك مانع تقول ليلى واكون مجنونك؟ ما ينتسل جمالك في عيونك وسمار لونك، اديني بس تاشيره الدخول لدنيتك وشوف مين اللي بخونك. عارفه طريقك صعب وعليات حصونك، بس كل شيء بهون قصاد عيونك. انا اصلا لقيتك صدفه يا لوحه واجمل تحفه، مما شفتك قلبي دقه وجاتني الرجفه، غلبني القعاد وحتى الوقفه، وريني اعمل ايه يا اجمل تحفه. خليني ابحر في عيونك، في عيونك كل الالفه فيه مرسى واجمل ضفه، كنت داير اكتب في عيونك كم روايه واجمل قصه، بس اعذريني يا غاليه قلمي جفه. ابراهيم قصتي كانت لطيفه يعني. كانت ابراهيم طبعا زول انا اخي ديلا لخصت له الكلام ده كله في حاجه كده مفيده. بعد ثاني زول ما بيسكت زي ما بقولوا. طيب سكتك شنو انت؟ انا ان شاء الله حسمحكم حاجه في الحكمه. الليل اندخل بفض الظلام اشتد، والبحر انكسر بهي ما بالسد، الزول البخيل معروف بخاسمل مد وساس وقع باقي البنى بيتحدى، المال ما بغرك ان جعلت وسيلتك، والغنى تبقى ميغن ترتضيبة قليلتك، الضيف ما بيلومك لو مرقت بليلتك، الناس خلها وابقى نديم في ليلتك، المال مد ما تهمه الخلق في الدنيا، والجود لازم واجعله لريحتك منيا، مشاكلك بالفكر محلولة خلي البنية اطرحها ثم عالجة من خلال الغنية، الصيد من زمان معروف ملازم الجفلة، والتارك الصلاة نفسه بتكون في غفلة، المال والقروش ما شتتن في الحفلة، الدهن اليتيم ما تبقى كيشة وقفلة، العين ما بتنوم لو الرموش ما تلاقن، وارواح المحبين لبعض بيشتاقن، أستاذ القصيد له الحروف بتساقن، خطيه مستقيمات الصما بتلاقن، تختلف الشعوب في إرسها في ضغوصة، وما بتنجح خطط لو بدري مي مدروسة، ما بتنجح خطط لو بدري مي مدروسة، زينت الدنيا معروف البنون وفلوسة، أما الأنسة الحية هو البزيدة إنوسة، أخوك ما تخاصم لو جدح كلامه وشحنك، وقوتك مرق للضيفان وكبر صحنك، أركز وابقى مؤمن حين تداهمك محنك، بناصرك ربي زي ما لز غدر امتحنك، وخاوي الجود أكبر من تصور عقلك، وخاوي العقل من تال الملامة حسب لك، أبطبعا مثل أطباع أبوي أنسب لك، انحرد عليك في النار بتلي بقبلك، يا سلام. ما تخاوي الرفيق منه ما في نفاع، ذو وجهين بكون متقلب الأوضاع، حل غياك ببسم وبوراك قطاع، انفادك أكيد بيجيب لك الأوجاع، ما تبر الفشر ما تبقى زول يخن، وما تنفذر كان جو رفاقتك سخن، الما عنده راي اياك تجعله اخن، والخوه المتين احباله ما بترخن، والخوه المتين احباله ما بترخن. يا سلام عليك، والله دي معلومات كثيره في قصيده، وانا بعتقد دي من ارض الواقع يعني، انت كده هبشت الناس في مواقفهم من الحيه. شكرا لك كثير يا ابراهيم. شكرا كثير يا استاذ. عندك تجارب في شعر الغزل ولا بتميلوا اكثر للحكمه والحماس والفراسه؟ عندي تجربه في الغزل. يعني بكتب في كل الظروف، انا ما عندي ضربه معينه. سمعنا. جدا. حروف الغنية رازتني وعلي تقست، والبهواها مني بعيده كيف يتمست، فيك ان شاء الله يا ليل ابقى نامت، وحست انا قبلها شقايا وفرحه اللي اندست، داش الليها قالت النفس محتاجة، وراها عيوني من النوم بقت لجاجة، سألتك إلهي بنور بتوهب وإنتاجة، نرجع زي زمان نقعد سوا ونتناجى إن شاء الله. أيا ست الأنامل والكفوف اللينا، حين أراك كل قواصي تصبح هينا،
واسرح في عيونك يا سماحة بين ذي نور اللي بتجري كل يوم حوالينا. بعادك ضيب شطراف الغنى اللي غنيته، وهلك الغافية والنم الممتن بيته، لهلا بجمره بذكر الحنين ضفيته قدت قلبي لكن بالصبر سديته. وين ماك ظاهر يا ست الحي اللي حبيته، بعادك ذاته ملاني وبراي مليته. وراك يا روحي لا ظل معاي سبيته يتحنطق زعل سباني حين سبيته. ايام حسنا بهد حيل الشباب ويبتوا يا سلام عندك طلة البت والولد بتلفتوا. سألتك بالله يا الوالدك حردتك بتو انت النونة والله جاني جوا خليته. انت النونة والله جاني جوا خليته. يا سلام يا سلام. هاي انا زار رايك شنو في الكلام ده؟ والله كلام جميل. ما ملاحظ انه في مناداه كده لرجوع لمحبه؟ ايوه حاسي ولا حسابه ان شاء الله احسه. ان شاء الله احسه. حتحسه انت كده قول خير ان شاء الله. مجهز لنا حاجه شايفاك جهز لنا شو؟ والله برضه كله عن قاسيه. ما في مشكله ادينا نسمع قاسيه. طيب انا عندي حرام والله يا قاسي تخليني في بداية المشوار، عارف الزمن قاسي ومتغلب الأطوار، أنا برضه بالجسم وراضي بالأقدار، أنا كنت عشان عيوني بغاوم التيار وعشان أنا برضه بواصل الإبحار، أنت ما غلطان وليك بفتش الأعذار، غلطان الزمن الخلى للحب يكون أزعار، والما عنده مال ما يفكر يحب ولا حتى هزار، ولو ما مصدق أزعل أخوك نزار باعوه بأبخس الأزعار، مسكين ولسه مواصل المشوار. المال ما مهم بينتهي وبكره بنكشف المغطي ستار، يكفي فخرا انه نحن احرار وضعنا الكرامه من ونحن صغار، مصير الحي بلاقي وان طالت الاعمار، ومصيرك ترجع وقالوا الزمن دوار، وتاني ما بينفع الندم ولا بتفيدك الاعذار، ما براك بعت نفسك دون اجبار، كان تعمل دلاله وتفاوض التجار، شوفوا كيف الحال اتقلب والله الزمن غدار، بس قبل تفارق عندي ليك سؤال، العيب فينا اما الزمن جبار، وعشان عيونك اكيد الزمن جبار. ما عندي تعليق. ما عندي تعليق. الحد العيب فينا ولا الزمن جبار؟ بتحس انه حافظ مكانتك لكن برضه عشان عيونك الزمن جبار ما اديت مساحه. التحيه لك ان شاء الله يا نزار، وربنا يكتب لك الخير ان شاء الله يا رب. اللهم امين. ابراهيم نحن حنختم معاك بقصيده، فدينا كده حاجه نختم بها بجو عالي ان شاء الله. يلا قبل ما اختم انا بحيي الاهل من منطقه الملاحه والبسابير، محطه بانقا بانقا القبه، منطقه الحميدات، لهم التحيه جميعا. لهم التحيه ان شاء الله. ان شاء الله هذا اسكم لطرفه ايام الجامعه، انا كان جاي من شندي واقف في العبور باشر لعربيتي اني ماشي الحله اللي هي منطقه الملاحه، وقف لي بتاع دفار شاحن بهايم اللي هي غنم، قال لي يا اخي انا ما عندي مشكله قدام العربيه مقفله لكن لو بتقدر تركب ورا انا ما عندي مشكله. قلت له يا اخي اساسا المنطقه قريبه ما في مشكله انا بركب. فركبت معاه فدار حوار بيني وبين غنوان من الغنوات المرفوعات ورا، مدافره شديده ومناطحه، فبقوم بقول لها مما ركبت جنبك واقع في دفير وما رديت عليك لا قلت شر لا خير، متحمل في عائلك يا مطبايع عن غير، داير السفرة تتعدى ونصل بخير، وشايفك من قبيل يا مغرة ماك مرتاحة، ما أنا مضايقك أفضل إلا ساحي سناحة، أصبر حبة يا شوم يا الملانة جلاحة بعد شوية نازل منك الملاحة، ومعروف السفر يا مغرة أصلا حار، وزي ما كنت راكبنا برضي في الدفار، أفي بداية عدي هزار وما تخليني أزعل وأبقى ليك جزار، فبترد علي بتقول لي الموت حد واصلا نحن ما بنهابه، والشر انتوا اسياده بتفتحوا بابه، ازاي الكتار شايفينهن بالذابه، وان عندك نجاح ما فت من جاس كابو، برد عليها بقول لها حاطه الطلبه يا مقران جديده عليك، امور جاي طويل ان شاء الله ما تلاقيك، انت هنيه قشك في الزريبه بجيك، ماك لو راقد تعبان سيدك اساعيك، ماك لو راقد تعبان سيدك اساعيك. يا سلام عليك. حوار جميل جدا طريف ومختلف. انا ما كتبوا فيها يا بنات. شفت الناس وصلت لي بالعالي كيف؟ انا ما كتبوا فيني بوريك بعدين. شكرا لكم يا اخ، سعدنا بكم جدا ابراهيم ونزار.
الله يحنن قلبه وقلبك يا نزار، والله يزيدك فراسه واللقام على الغنميات ان شاء الله يا ابراهيم. شكرا لكم كثير. لسه متواصلين يعني فقراتنا لسه متنوعه ومتواصلين معكم، حنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.